مساكم خير شباب، يعطيكم العافيه. معاكم اخوكم بفارس صاحب اكاونت فيب جيك كيو 8، وراجع لكم اليوم مع ريفيو اتوقع راح يكون ممتع حق وايد شباب المتابعين لهذه القناه، لان طلعنا شوي عن مجال اجهزه سحبه السيجاره، وهالمره RTA. RTA جاي لنا من شركه اول مره عرفناها مع جهاز سحبه سيجاره، لكن فاجاتنا مع RTA الجديد اللي هو الاريس. اريس RTA، وراح تلاحظون معاي ان حجمه وايد كبير، لان الدايمتر ماله 30 ويركب عليه 3 كويلات. اتمنى اني اكون شديت انتباهكم. خلونا ننزل تحت اعطيكم تفاصيل RTA وشوفوا شلون يركب عليه 3 كويلات، وبعدين اعطيكم خلاصه تجربتي RTA الاريس اللي جاي لنا من شركه جي تيست. تابعوا الريفيو. نبلش شباب الحين نتعرف على RTA اريز اللي جاي لنا من شركه الجي تيست. محتويات العلبه، في البدايه عندنا مانيوال الاستخدام، الغرشه الاضافيه لكنها راح تكون بسعه 6 ملي، 3 كويلات مع القطن، اورنجات سبير، براغي سبير، دربتب اضافي مع التول للاستخدام على اكثر من نوع براغي. وحاطين لنا هذا التول لتغيير حجم الـ RTA، راح نشوفها بعد شوي شلون طريقه استخدامه. ونجم تقييمنا اليوم الـ Aries RTA دايمتر 30، نقدر نقول ان هذا RTA من الحجم الكبير او الجايكانتك، يعني نقدر نقول انه حجمه وايد كبير مقارنه بالـ RTAs الطبيعيه. اول شيء عندنا الدايمتر 30، وهذا مثل ما تشايفين معاي ان القزازه اللي راكبه على هذا الـ RTA هي القزازه الكبيره، غير اللي احنا شفناها بالسبير عشان يسوي او يخلي سعه هذا الـ RTA توصل لغايه 10 ملي جوس. هذا بالنسبه حق التصميم الخارجي. عندنا الدريب تيب مقاس الـ 810، تقدر تستخدم عليه اي مقاس 810. وبالنسبه حق الجزء العلوي للتعبئه، وهو عباره عن فر عشان تفتح معانا الاماكن الخاصه بالتعبئه على بشكل الكدني شيب. شخباري كلمه الكدني شيب من زمان ما استعملناها. المهم، وبالنسبه لفتحات التهويه، من الشغلات اللي حيل عجبتني الفكره الجديده اللي مقدمينها على مستوى فتحات التهويه. راح تلاحظون معانا هني ان عندنا مجموعه فتحات نقدر نفتحها كلها، لكن بنفس الوقت اذا استمرينا فر هذه القطعه شوفوا شلون يقل معانا مستوى التهويه على الفتحات العلويه والسفليه، والظل اللي بالنص ثابته. يعني عندك تحكم ممتاز جدا على مستوى الاير فلو او التحكم بمستوى التهويه في هذا الـ RTA. وايد 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 عجبتني هالحركه هذه، وايد هذه الامانه وايد عجبتني. اني حق القسم الداخلي او بالاصح غرفه العمليات او الجزء المهم من هذا الـ RTA هو البلدك او قاعده تركيب الكويلات. راح تشوفون معاي ان هذه بالنسبه حق القاعده تعتبر بوستلس، وبنفس الوقت شباب هذه القاعده لتركيب 3 كويلات مع بعض. تقدر تستخدمها على سنجل كويل، تقدر تستخدمها على كويلين، لكن بنفس الوقت معطيك المجال او سامح لك انك تقدر تستخدمها على 3 كويلات، وهذا اللي راح نسويه اليوم ان شاء الله. راح تلاحظون احنا عندنا هني اماكن رص القطن، هذه الاماكن الخاصه برص القطن، وعندنا هني بالنسبه حق البوستات طبعا الان كيز، هذا بالنسبه حق الفتحه اللي توصلك للبرغي الخاص لتركيب الكويل بالنص. وبالنسبه حق الجوانب هني عندنا البراغي الخاصه لتركيب الكويلات على الجوانب. مثل ما قلنا تقدر تستخدم كويلين او حتى 3 كويلات. هني الحين حق سالفه ان اذا حبينا نقصر من هذا الـ RTA، مثل ما انتم شايفينه معاي انه هو الحين وايد طويل ويشيل معاك 10 ملي، لكن انت شخصيا حاب انك تصغر من حجم الـ RTA او تستخدم كميه اقل. تتذكرون هذه القطعه اللي كانت موجوده في تشيس الاكسسوارات؟ هذه تقدر تستخدمها كاداه لفتح الجزء العلوي علشان نقدر نفتح الجزء العلوي بهالطريقة. تبطلوا ويانا ونقدر نشيل القزازة الكبيرة. هذه هي القزازة الكبيرة. طبعا شباب ديروا بالكم على هذه الربلة، لا تضيعونها. هذه الربلة انها لازقة بالقزاز، لازم تاخذونها وتحطونها هني، بدال لما في حال اذا كنتوا تبوا تركبون القزازة الثانية، لان القزازة الثانية ما فيها الربلة. فديروا بالكم على هذه الربلة انكم تشيلونها شوي شوي وتردون تركبونها هني مره ثانيه. هذه بالنسبه حق الربله الكبيره. هذه بالنسبه حق الصغير راح تلاحظون انه في عندنا شيء غلط. ليش؟ لان عندنا هني الاكستنشن، هذه قطعه لازم تنشال في حال اذا ما قدرت تبطلها. تذكروا هذا التول او الرانش او الرنش او وات ايفر، في حال اذا كنت بتبطل تساعدك بعمليه تبطيل الجزء
او الاكستنشن عشان تقدر تشيله. هذا تخليه على جنب وبكذي يكون مقاس الشمني مناسب لحجم الإقزازة الثانية اللي هي سعتها 6 ملي. حطينا الربلة وبكذي نقدر نكون جاهزين ان نحط الإقزازة ونجيب الجزء السفلي من التانك ونقدر نركبه الحين بكل سهولة ويكون معانا RTA اكثر وبنفس الوقت سعة 6 ملي في حال اذا ما كنت حاب انك تستخدمها على حجم وايد كبير. نسكر عليه عدل ونعطيه بعد شوي كذي عشان نضمن ان تسكر 100%. بكذي يكون التانك جاهز. خلونا الحين نركب الثلاث كويلات على البلدك او القاعده ونشوف النتيجه النهائيه مع بعض، وبعدها نركب كل شيء فوق بعض ونشوف شلون نتيجتنا بعد تركيب الاجزاء الداخليه او الكويلات مع القطن للاريس RTA. وهذه النتيجه النهائيه بعد ما ركبنا الثلاث كويلات على البلدك الخاص بالاريس RTA. هذه بالنسبه حق النتيجه النهائيه. ان شاء الله نبلش الحين ننقع القطن مع الليكويد. نركب الجزء العلوي من الRTA. عرفت شغله شباب لازم تحطون في بالكم هني، بسبه ان الجزء السفلي او البلدك الخاص بالRTA مفصول عن الجزء الخارجي من الRTA. فشنو قاعد يصير ويانا؟ ان عندنا البن السفلي قاعد يتحرك ويانا، فصعب جدا انك تركب الجزء العلوي من الRTA وهو راكب على الجهاز. تضطر انك لازم تطلع الRTA من مكانه علشان تركبه على الجزء السفلي من الRTA بهالطريقة، بعدين تقدر تركبه على الجهاز. بسبب ان شنو مثل ما قلت لك ان القاعدة ملتصقة او مرتبطة مع هذه البن الخاص بالاتومايزر، فما تقدر تركب الجزء العلوي من الRTA وهو راكب على جهاز. هذه شفناها من قبل، هذا العيب شفناه اتومايزرات من قبل فيها نفس الاشيو. وبكذي نقول ان احنا تقريبا اولموست جاهزين بعد ما نعبي التانك. مثل ما قلنا ان التانك الصغير هذا يشيل معنا تقريبا 6 ملي. مو شرط نفوله، نقطع هني نشيلها. عبيناه وبكذي نكون جاهزين لاستخدام الRTA. نصعد فوق واقول لكم خلاصة تجربتي مع هذا RTA، من ملاحظات من عيوب من مميزات ومستوى الفليفر فيه مع الاير فلو، خصوصا مع فتحة الاير فلو اللي قلت لكم عنها مميزة. نشوف ان شاء الله خلاصة تجربتنا لهذا RTA. يلا معي فوق. شفتوا معي الكلوز اب؟ متعة. اخيرا رجعنا حق المتعه، استخدمنا RTA ونقدر نقول انه هو مميز. ان كان اول شيء على شكل التصميم الخارجي مثل ما انتم شايفين معي، بالنسبه للشكل الخارجي نقدر نقول انه حلو، ما نقدر ننكر الشغله، وانه شوي في متعه. المتعه اللي افتقدناها بالفتره الاخيره ان RTA نقدر نركب عليه ثلاث كويلات بشكل مريح مثل ما انتم شفتوا وياي، ما في اي مشاكل، خصوصا انه هو بوستلس ويشيل معنا التانكي الصغير هذا اللي انتم شفتوه وياي 6 ملي، بالاضافه الى الاكستنشن او القطعه اللي تطول معانا التانك، وفي معانا قزازه ثانيه اللي تعطينا لغايه 10 ملي. اني الحين حق خلاصه التجربه. اول شيء بيتكلم عنه البيلد كواليتي او جوده التصنيع. الشكل الخارجي ما في خلاف انه ما في يعني خلاف انه ممكن نقول انه حلو. ماكو اي مشكله، حلو، الشكل حلو، التصميم حلو. فتحات التهوية شفتوها وياي وايد حلوة، فكرتها وايد عجبتني أنا فتحات التهوية، وأنا شخصيا أحب الفتحات المدورة هذه، تعطيني كمية تهوية بشكل أحلى من أنها تكون فتحة واسعة أو فتحة كبيرة وأحددها. أحس أنه يعطيني حتى سموثنس أو سلاسة بدخول الهواء بشكل وايد حلو، ويرفع من مستوى حتى الفليفر لأنه يسرع من دخول الهواء. لكن عندي ملاحظة على جودة التصنيع نفسه. الثريدز او الاسنان الخاصه لتسكير الاجزاء الخاصه بهذا RTA مو الافضل، هذه شغله. شغله ثانيه شوي حاده، يعني اذا انت كنت مو ماخذ بالك انا يمكن اوريكم على سبيل المثال. والله اذا واضحه ان شاء الله تكون واضحه، يعني شوي شديت توقعت ان انا اقدر ابطل يعني هذه يمكن شويه
يعني فكرت ان انا ممكن ابطل بايدي، بس لا استعنت بال التول اللي ويانا وياي مع العلبه اللي عشان اقدر ابطل الجزء العلوي منه شوي حاده. هذه شغله. شغله ثانيه التوب كاب او الغطاء العلوي علشان اذا تبي تعبي. نصيحه اذا عجبك هذا الار تي اي وشريته لا تلك على الاخر، لانك راح تعاني انك اذا تبي تفتحه راح يبطل لك العمود اللي داخل. العمود اللي داخل راح يتبطل وياك، راح يكون قاضب طابق على الجزء العلوي فيتبطل التانكي كله. فملاحظة لا تلك على الآخر، يدوب حسيت انه بس يدوب ها سكر طبق كافي. هذه ملاحظتي. في بعد ملاحظة، انا شخصيا ما افضل الالنكي، براغي الالنكي اتمولص وياه. يعني مثلا اذا انا من النوع اللي احب اشد على الكويل عشان اتأكد انه هو قاضب عدل، الالنكي تعرف انه يمولص وياك او يعني بسرعة ممكن يخترب وياك. لا فخلك حذر مع هذا البراغي، انه لما تشد خليك مرتاح ومكون مستخدم الالنكي اللي موجود بالعلبة لانه مقاسة بالضبط، فما راح تعاني وياه ان شاء الله. على مستوى تركيب الكويلات، على مستوى رص القطن، رص القطن شباب جدا بسيط ما يبي له شيء. خف القطن كثر ما تقدر، حطه بالمكان الخاص برص القطن، حاولوا كثر ما تقدرون لا يكون لاصق بالارض علشان لا يتكود ويصير معك صعب امتصاص الجوس. خلوه يدوب معلق، يعني تقدر تشوف قاع الفتحة وكذي تصير امورك بسليم مثل ما هو الحين صار وياي. هذه الملاحظات اللي لاحظتها على الـ RTA، وطبعا هذا شيء تقديري بالنسبة لكم اذا تشوفونها عيوب او مجرد ملاحظات. اني الحين على الشغلات الثانية، تكلمت على الـ Airflow، قلت لكم الـ Airflow ماله وايد سلس وايد حلو ومريح. يمكن بعض الاشخاص القطارات اللي يفضلون الـ 150 وفوق الواطات العالية الامور هذه ويبي فتحة مفتوحة للستار، لا يمكن راح يلاحظ ان هذه فتحاتها مو وايد كبيرة، هي زينة. لكن هذيل الاشخاص هل يمكن 5-10% من الشباب اللي يحبون تهوية عالية يمكن راح يلاحظون ان كمية التهوية اقل من اللي هم يحتاجونها، لكن اتوقع اكثر من 90% ما عندهم اي مشاكل، كمية التهوية اقدر اقول حلوة. ملاحظة شباب على الفليفر، ببديها اول شيء بالكويلات المقدمة بالعلبة، ترى ممتازة. يعني ما تحتاج انك تحط كويلاتك انت الخاصة، اوريدي حاطين كويلات طيبة فيوز كلابتن حلوين ومعطيني مستوى فليفر رائع. انتوا عارفيني انا تقريبا ما استخدم الا فارس ار دي تي اي خلال السنة اللي فاتت هذه كلها ما استخدمه. صار لي والله كم يوم، انا الحين تقريبا 3 يمكن هذا اليوم الرابع، تقريبا 70-80% من اليوم قاعد استخدمه، لانه قاعد يعطيني مستوى فليفر وايد حلو ومستوى اير فلو حلو. للامانه وايد عجبني، لدرجه انه اوريدي انا مطقم وقاعد استخدمه طول اليوم تقريبا، لانه قاعد يشيل معي 6 ملي، فما قاعد احاتي اعبيه واطلع مشاويري واروح وارد وما في اي مشكله، عندي كميه حلوه. تقييمي بشكل عام ممتاز. اللهم الملاحظات اللي انا قلتها هذه تقديريه لكم انتم، اللي هو بيلد كواليتي اللي هو جوده الصناعه. اذا ما عندكم مشكله فيها راح اقول لك ان هذا ار تي اي ممتع. ممتع، اير فلو ممتاز، مستوى فليفر جدا ممتاز على مستوى الار تي اي وحتى على مستوى الكويلات المقدمين لي اياها بالعلبه. البيلد كواليتي انا اوريدي توفقت باللون، خذيت المات بلاك، للامانه صار معي تطقيمه وايد حلوه حتى اللي كان مع الجهاز. هذا جهاز ان شاء الله خلال ايام راح يكون الريفيو جاهز له. اللي يبي يستمتع شباب، احنا الحين بلشته، اللي يبي يستمتع بالبيب، اللي يبي سحبه حلوه ويضمن انه في مستوى فليفر حلو، راح انصحك بتانك او RTA الاريس اللي جاي لنا من شركه LG Taste. هذا كان كل شيء لريفيونا اليوم ل RTA الاريس من شركه LG Taste، وان شاء الله انتظروني خلال الايام الجايه، شدينا حلنا شويه رجعنا للمود، راح ان شاء الله ننزل مجموعه ريفيوات راح تهمكم وتعجبكم باذن الله. يعطيكم العافيه. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.